لليوم التاني على التوالي بعد تثبيت سعر الفايدة وسعر الذهب في النازل، ورغم الكلام عن ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على السوق، كانت المفاجأة في بيان قالها صريحة للتجار كفاية تلاعب. فيا ترى ايه الحكاية؟ وسوق الذهب في مصر رايح على فين؟ أنا ماريا مجدي وخليكم معانا علشان تعرفوا كل التفاصيل. الذهب في مصر بيحددوا حاجتين أساسيتين، سعر المعدن النفيس في البورصة العالمية وسعر الدولار أمام الجنيه. كمان في عنصر ثالث وهو العرض والطلب، لكن المفروض تأثيره مش كبير زي سعر البورصة وسعر الدولار. وفي الشهور الأخيرة رغم تراجع سعر الذهب عالمياً وتسجيل الأونصة أقل سعر ليها من إبريل 2022، كان الذهب في مصر في الطالع، والسبب حسب التجار هو ارتفاع سعر الدولار وارتفاع الطلب. لكن سعيد مبابي المدير التنفيذي لمنصة أي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت قال إن في حالة تلاعب غير مبرر في أسعار الذهب في مصر، سببه رغبة مجموعة من كبار التجار في تحقيق أرباح قوية، وده طبعاً أضر بمصالح محلات الذهب والمواطنين. امبابي اتكلم عن استغلال بعض التجار خلال الأيام اللي فاتت لشائعة تراجع الجنيه أمام الدولار ورفع أسعار الفايدة وكمان ارتفاع الطلب علشان يحسبوا سعر الأوقية بالمصري على أساس إن الدولار ب 25 جنيه، واستشهد على كلامه بالمقارنة بين سعر السوق العالمي ومصر، فقال إن سعر الأوقية بالبورصة العالمية نزل 100 دولار تقريبا خلال أغسطس وسبتمبر 2022، لكن في مصر سعر الذهب ارتفع 100 جنيه. ووضح ان اسعار الذهب بالاسواق العالميه سجلت 1700 دولار في بدايه سبتمبر الجاري، وساعتها سجل جرام الذهب عيار 21 1100 جنيه، ولما سعر الاوقيه نزل الى 1642 دولار جرام الذهب عيار 21 سجل 1145 جنيه، في ظل ثبات سعر صرف الدولار بالسوق الرسمي والموازي والعرض والطلب. وحسب كلامه ده بيكشف حجم التلاعب في الأسعار تحت وهم العرض والطلب، مستغلين مخاوف الناس من ضياع قيمة أموالهم بسبب التضخم وإقبالهم على شراء الذهب. كمان قال إن التجار زودوا فارق السعر بين البيع والشراء بنسبة كبيرة عكس المتعارف عليها تماماً، علشان كده طالب بضرورة ضبط حركة أسعار الذهب، وده في أكتر وقت حرج بيمر بيه الاقتصاد المحلي نتيجة طبعاً للأزمات العالمية. وأكد إن استمرار سوق الذهب على الحال ده هيأثر على سمعته ويقلل من ثقة المصريين فيه، والأهم هيسبب خسارة كبيرة في أموال ومدخرات المواطنين زي اللي حصل في مايو اللي فات لما سعر الجرام سجل 1300 جنيه بسبب التلاعب، وبعدها نزل تاني والعملاء خسروا فلوسهم، خصوصاً الناس اللي اضطرت تبيع بعد فترة قصيرة. وفي النهاية اتكلم امبابي عن غضب بين أصحاب محلات الذهب نتيجة فرض أسعار غير حقيقية عليهم، وده بيخليهم في مواجهة دايمة مع المواطنين والإساءة لسمعتهم، وإن هم بيتحملوا الجزء الأكبر من الكلام حوالين استغلال وجشع التجار. انتوا بقى بعد ما سمعتوا الكلام ده هل بتفكروا تشتروا الذهب ولا رجعتوا في كلامكم؟ وهل هتقترحوا علينا استثمارات تانية تكون أفضل في الوقت الحالي من شراء الذهب؟